طوفان بشري هذا حقيقي في زي وزو. فقط الشيء اللي لازم يعني باش الناس يشعروا مع بعد هذه الهزيمة المنكرة نتاع العصابة في هذه الانتخابات، واللي كما نعرفوا خلاتهم 3 أيام كاملة باش قدروا يوصلوا إلى توافق باش يعلنوا بأنها 23%، بأن النسبة 23%. كان هناك جناح اللي هو جناح تبون وشنقريحة يصر على أنه على الأقل 30%، وكان هناك جناح آخر وجناح جناحين في الحقيقة اللي بشكل أو بآخر قال هم تبلغوش، أنتم عارفين أن النسبة هي في حدود 10-11%، وأن هذا سيؤدي بنا إلى كوارث. بعد أخذ ورد ونقاشات وخصومات وصلوا إلى 23%. اللي ما يقدرش الدجال نتاع اللي يسمى شرفي ما قدرش يقولها، اسمعوا مليح واش صرا هذاك النهار، نهار اللي كان يعلن على النتائج، ويا يعني اي منطق تعلن النتائج وما تعلنش على النسبه. اسمعوا مليح لما سالوا يمكن احد الصحفيين كيفاش كان الرد نتاعو. في تكلمتم عن جميع الارقام وكشفتم عن جميع الاحصائيات الا نسبه المشاركه في تشريعيات 2021، حبذا لو تطلعونا عن نسبه المشاركه في انتخابات الثاني 10 جوان. اكل سي حجي اعطاك النسبه، زميلك سي حجي اعطاك النسبه كي طلع السؤال له تاعو قال لك ها واش كان هاي النسبه اليوم، او سي حجي هيك اعطيتنا النسبه قبل ايه اعطاها لنا امام الملا، وانا نأيدها واش قال سي حجي او قالها سي حجي ما سمعتوش 23 فاصل قولها سي حجي نور سي حجي قولها الله يبارك فيك 23 سي بون سا فو كونفيان. ما كانش قادر يقولها، ما كانش قادر يقولها لانه عارفها اولا كذب، وثانيا عارفها بلي اذلال للنظام، اهانه للعصابه، صفعه للمافيا العسكريه. ما كانش قادر يقولها. قال له وقالها سي حجي انت المشرف المزور على هذه اللجنه ولا سي حجي هذا؟ حتى عارف ان هذا الرقم مش صحيح، حتى الارقام اللي قالها عارفها مش صحيح، لكن 23% هي صفعه. وايضا هو كان من الناس اللي يحبوا يقولوا 30%، لكن جنرالات اخرين قالوا لهم لا هذا نيات ما يمشيش. يعني جنرالات المخابرات عارفين الحقائق، مطلعين بالتفصيل على الحقائق، لانهم هم اللي يجسوا على الشعب، وهم اللي يتصنتوا على الشعب، وهم اللي يحاولوا يخترقوا الشعب، وهم اللي عارفين الحقائق كما هي. لكن هذا شرفي ما قدرش يقولها، ما قدرش، يعني ألم وكان غاضب انه صحفي يخرج يقول له كيفاش عطيتنا كل الارقام، الا في الحقيقه ما عطاناش كل الارقام. هل يعقل ان تكون هناك انتخابات ويكون فيها ما يسمى بالاحزاب وما نعرفوش كل حزب شحال خذا ان الرقم؟ لماذا ما مدوش الارقام تاع الاحزاب؟ لان النسبه كارثه. تكلموا على 5,600,000 وقال لك فيها اكثر من 1,000,000 اوراق بيضاء، بقات 4,600,000. الحقيقة أن حتى في هذا 4,600,000 ما يقدروش يجيبوها. يعني لو غدا يجي واحد يقول له محاسب هيا حاسبوني بالأرقام اللي جابها الأفلان، ما كانش العدد، نسبة ضئيلة جدا. علاش ما قدموهاش؟ لأنه الآن يقول لك أن الأفلان هو أكبر حزب وعلى الأرجح ما اداش 400,000 صوت، وأن المستقلين هما ثاني قوة وعلى الأرجح ما اداوش 300,000 صوت، وعلى الأرجح أن هذا حمص اللي هو ثالث حزب على أساس ثالث حزب وما اداش 200,000 و50,000 صوت، فكارثة بالنسبة إليهم. ولماذا ما اداوهاش؟ لأن لو افترضنا أن 4,600,000 صحيحة
عندهم عتبة 5%، كثيرين جدا ما وصلوش لعتبة 5%، أي أنها أصوات ملغات. تبقى الأصوات اللي فاتت 5% اللي هي قليلة، واللي كي نجمعوهم جميعا، قناعتي ولعل اليوم يوما ما يثبت ذلك، أنهم ما تجاوزوش 2 مليون، منهم 800,000 عسكري و 500,000 إداري اللي كانوا نتاع المكاتب الانتخابية، و 700,000 نتاع الأحزاب وما جاورهم. يوما ما سيكتشف الشعب الجزائري وستخرج النتائج، وعندما تأتي دولة الشعب وستعرفون أن العدد تاع الأحزاب هذا الأرقام متجاوز 2 ملايين في أفضل الحالات، في أفضل الحالات. أي أن 2 مليون رايحين يشرعوا 45 مليون اللي منهم 25 مليون ناخب، تقريبا 25 مليون ناخب، نسبة كارثية. ولذلك ما كانش قادر هذا الدجال يسمى شرفي يقول الرقم ويقول النسبة، وغضب لما سئل عن الرقم وعن النسبة.